هنعمل دلوقتي مع بعض الكبده اللي بالفلفل والثوم. هقول لكم على المقادير. معانا نص كيلو من الكبده المتقطعه رفيع، وضروري ان احنا ننقعها في لبن علشان تمتص السموم بتاعتها، لان الكبده الجهاز اللي في الجسم اللي ايه اللي مسؤوليته انه يمتص السموم اللي احنا بناكلها زي الفلتر، فاحنا مش عايزين ناكله بالسموم دي، احنا عايزين نتخلص منها. فبننقعه في لبن لمدة نص ساعة، وبعدين نشطفه كويس جدا، وبعدين نستخدمه. معانا قرن فلفل شرايح للي حابب، حبتين فلفل اخضر متقطعين جوليان، معانا ربع كوباية خل، معلقتين كبار توم، ملح وكمون، ومعلقة كبيرة زيت هنستخدمها دلوقتي. هنعمل ايه؟ اول حاجة انا هسخن هنا الطاسة، هحط فيها معلقة الزيت. طبعا الكبدة مفيدة، مليانة كمية فوائد مش طبيعية، منها الحديد، وده معروف طبعا عن الكبدة جدا، مليانة فوائد كتيرة. يعني لو دورتوا على اي فوائد هتلاقوا الكبدة من الحاجات اللي فيها الفايدة دي، فهي غنية جدا بالفوائد، وطبعا بروتين، وطبعا حاجات كتيرة قوي. فاحنا ايه نحاول برضو ان احنا ندخلها في اكلنا، يبقى مرة في الأسبوع، مرتين، مرة في كل أسبوعين أقصد، يعني نحاول على قد ما نقدر إن احنا ندخلها. والطريقة دي أنا الطريقة دي بحبها جدا في الكبدة، ما الواحد ما بيحسش بيها، بالذات لما تبقى متقطعة صغيرة ومش عارفة إيه، في حتت بتبقى الكبدة معمولة بقى كبيرة وكده، فالواحد ممكن ما يعني ما يحبهاش، خصوصا الأطفال ممكن ما تحبهاش. خلاص، فاحنا نحاول إن احنا إيه نقطعها صغير، للناس اللي ما بتحبش الكبده تتقطع صغير خالص. الكبده بقى، الكبده خلاص اول ما احس ان خلاص الايه اللون كده مفيش لون احمر قوي معايا، هبتدي بقى في النص ان انا انزل الثوم، بيدينا طعم تاني خالص لما ينزل في الاخر. خلاص، وبعدين هنزل الكمون، الفلفل الحار للي حب عشان يرفع الحرق بتاعه، الفلفل العادي، ملح وفلفل حطيناه للي عايز يظبط بعدها، بعد التشويحه وبعد ما خلاص يتشوح حلو جدا 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 هنزل الخل. بس كده من اجمل الحاجات. اخر حاجه بقى هنحطها الخل على الايه، ايوه كبده، نقلب وخلاص الكبده دي جاهزه تتقدم. عايزين تهروا ال البابريكا اكتر، قصدي الفلفل، دي حسب برضو الرغبه، بس الاحسن دايما تبقى الحاجه ايه طازه شويه. وننزلها بقى للناس اللي مش عامله 10 نصايح هتاخد عيش بلدي عادي معاها، للناس اللي عامله 10 نصايح ياخدوا معاها شرايح خبز مشبعه.